كيف نكون قدوة مع عادل بارباع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مستمعينا الكرام، وحلقة نجدد من خلالها اللقاء بكم ومعكم في برنامجكم كيف نكون قدوة، معي أنا عادل بن أحمد برباع، وعبر ساعة من الآن الحديث عن هذا البرنامج الذي يدعو إلى بناء الإنسان. حقيقة كانت هناك العديد من الفعاليات المتنوعة والرائعة في مختلف المجالات والقطاعات على مستوى مناطق المملكة، مبادرات تتنافس سواء على جوائز الإبداع في ملتقى مكة الثقافي، أيضا العديد من الندوات اللي يقدمها العديد من القدوات من أجل إنتاج أيضا قدوات مؤثرة على المجتمع. مستمعينا الكرام، طبعا وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد كان لها دور كبير أيضا عبر مناشط متعددة، استطاعت من خلال مجموعة من مراكز الدعوة والإرشاد في مختلف مناطق ومحافظات المملكة، شاركت هذه المراكز بدعاتها في مشروع كيف نكون قدوة، وقدمت هذه الفروع سواء يعني كانت في محافظات أو المناطق، وخاصة في منطقة مكة المكرمة عبر محافظاتها ومدنها العديد من المبادرات الرسمية باسم الفرع، والمبادرات في قطاع الأفراد تجاوزت عدد كبير منها، ويسرنا أن نستعرض هذه المبادرات وهذه الأعمال الرائعة الجميلة اللي ندعو الكل أن يستفيد منها وأن ينهل من هذه الإنجازات الجميلة. في هذه الفترة معنا الشيخ حمد الحارثي، وهو مدير مركز الدعوة والإرشاد في محافظة الطائف. حياك الله شيخ حمد وسعداء بوجودك معنا. حياكم الله شيخ عادل، بارك الله في جهودكم. أحسن الله لكم شيخ حمد. طبعا مشاركات المركز في الطائف كانت مشاركات ملموسة والله الحمد، وكانت متنوعة ومتعددة في مشروع كيف نكون قدوة. ياريت تتكلم عن هذه المبادرات والأعمال التي قدمتها فرع وزارة الشؤون، قدمها فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في منطقة مكة المكرمة عبر محافظة الطائف ومكتب الطائف. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. خادم مستشار خادم الحرمين الشريفين يعني خالد الفيصل حفظه الله ورعاه، في بداية هذه السنة بدأ بمشروع كيف نكون قدوة، ووزع هذا المشروع على جميع إدارات الحكومات التابعة لمنطقة مكة، وكان من ضمن من أخذ هذا المشروع وهذا البرنامج الطيب المبارك وزارة الشؤون الإسلامية وللدعوة والإرشاد والمساجد والأوقاف. نعم. بدأوا الإخوة في تنظيم هذا البرنامج، فرحوا به واستعدوا له وانطلقوا مستعينين بالله سبحانه وتعالى ووفاء لهذه الدولة الطيبة المباركة المملكة العربية السعودية حفظها الله ورعاها. فبدأت تتنوع فقرات كيف نكون قدوة بالمحاضرات وإلقاء الخطب، وكذلك الكلمات التوعوية والدروس في السيرة النبوية، وكذلك في الرسائل النصية، وكذلك في اختيار الجوامع القدوة، وأخيرا في الدورات التدريبية، وكلها تصب في مصب كيف نكون قدوة، لأن هذا الموضوع موضوع هام وموضوع طيب مبارك يحتاجه كل إنسان، يحتاجه الملوك الوزراء، يحتاجه العلماء، يحتاجه الدعاة، يحتاجه المربين من المعلمين ومن كذلك الجميع شرائح المجتمع يحتاجون إلى هذا الموضوع كيف نكون قدوة. وقدوة الناس جميعا هو محمد صلى الله عليه وسلم، حتى أن بعض الناس الذين لا يعلمون الإسلام يقرؤون سيرة هذا النبي صلى الله عليه وسلم فيحبون كلامه وفعله لما طبقه في
كيف كان قدوة صلى الله عليه وسلم في المجتمع في أقواله وفي أفعاله. نعم. مثل هذه المبادرات ودنا نعرف يعني الأشياء اللي قدمت لمختلف شرائح المجتمع سواء يعني كانوا من الشباب أو السيدات وغيرهم فضيلة الشيخ. نعم هذا الموضوع كيف نكون قدوة، لما أطلقه مستشار خادم الحرمين الشريفين كان ضمن خطة اسمها كيف نبني المكان وكيف نبني الإنسان. نعم. المكان الدولة قد قامت بما فيه راحة المجتمع السعودي، هذا بما يخص المكان، وأما بما يبني الإنسان فمن ضمنها هذا البرنامج الذي هو كيف نكون قدوة. نعم. هذا البرنامج برنامج عظيم قدمت فرع وزارة منطقة مكة للشؤون الإسلامية، قدمت عملا رائعا جدا لجميع شرائح المجتمع. منها الخطب الجمعة تتكلم عن كيف نكون قدوة. نعم. سواء كان في العقيدة، سواء كان في الأخلاقيات، سواء كان في المعاملات، كيف نكون قدوة في التربية، كيف نكون قدوة مع نسائنا، كيف نكون قدوة مع جيراننا، كيف نكون قدوة مع الشباب. فنحن لا نقول مثلا الشباب لا يحبون القدوة، بل كل إنسان يحب أن يكون قدوة بالتأكيد. وهذه طبيعة بشرية. صحيح. طبيعة بشرية، الإنسان يحب أن يكون قدوة في فعله، في صفاته، في جماله، في مظهره، في مخبره، فالإنسان مجبور على هذا الشيء. فهذا البرنامج يعني عملت به مراكز الدعوة التابعة لمنطقة مكة عملا رائعا، يعني كان من ضمنه حتى استهداف التقنية التي هي بأيدي الناس الآن، أصبح هذا البرنامج يصل الناس حتى في جوالاتهم، حتى في تقنياتهم، حتى في برامجهم يصل هذا البرنامج كيف نكون قدوة. نعم. فمن ضمن الخطة التي قام بها مراكز الدعوة وإرشاد في الطائف أن عملوا أعمال كل شهر، نطلب خطب جمع عن كيف نكون قدوة، نطلب محاضرات عن كيف نكون قدوة، نطلب كلمات توعوية، والكلمات التوعوية هذه تصل إلى المدارس وتصل إلى مدارس البنين والبنات، وتصل إلى كذلك المساجد، تصل إلى الدوائر الحكومية، تصل إلى المستشفيات، كذلك إقامة الدروس في السيرة، لأن إذا درسنا السيرة نعرف كيف كان قدوة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. إذا درسنا سيرة من حين عليه الصلاة والسلام ولد إلى أن توفي، حتى قبل أن تأتي الدعوة كان قدوة، كان يسمى صلى الله عليه وسلم، كان يسمى الصادق الأمين عليه الصلاة والسلام. فقمنا بإقامة دروس يعني في الجوامع، في المساجد، في الدوائر الحكومية، كذلك الرسائل النصية، بلغت الرسائل النصية إلى الآن 38,247 رسائل نصية في كيف نكون قدوة. كذلك اختيار جوامع، عندنا اختيار جوامع قدوة، الطائف لوحده 12 جامع في محافظة الطائف سيقام فيها جوامع القدوة التي يكثر. هذه الجوامع اختيرت بمنظور وبدقة، هذه الجوامع يجتمع فيها أكثر أهالي الطائف في هذه الجوامع. نعم. فيكون فيها هذا البرنامج كيف نكون قدوة. وأخيرا قامت دورات تدريبية للعاملين في مجال الدعوة، سواء كان في المراكز كان في المكاتب التعاونية. بارك الله فيكم شيخ حمد، حقيقة على هذه الجهود، ووفقكم إن شاء الله للمزيد منها، ونفع بكم إن شاء البلاد والعباد، اللهم آمين. طبعا كان معنا الشيخ حمد الحارثي وهو مدير مركز الدعوة والإرشاد في محافظة الطائف، وما زال للحديث بقية حول باقي المبادرات وهذه البرامج الرائعة الممتعة التي قدمتها فروع منطقة مكة المكرمة التابعة لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد. ابقوا معنا مستمعينا. كيف نكون قدوة مع عادل باربع؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله
مستمعينا الكرام، ويا هلا فيكم. وما زال حديثنا عن هذه المبادرات الرائعة والإنجازات التي قدمتها مراكز الدعوة والإرشاد بمساجدها ومشايخها وفضلائها من خلال العديد من الدورات التدريبية وكذلك المحاضرات والندوات اللي كان في حضورها عدد من مختلف شرائح المجتمع، سواء كانوا من الشباب والفتيات والرجال والسيدات. معنا في هذه طبعا الفترة هو فضيلة الشيخ محمد المالكي، إمام وخطيب جامع عظم الكبير، والمبادرة كانت عن القرآن، بالقرآن نكون قدوة. حياك الله الشيخ محمد، وسعد بوجودك معنا في هذه الحلقة. الله يسلمك، الله يحييك أخوي ويحيي الأخوة المستمعين. يا هلا فيك، أعزائكم الفاضل، بارك الله فيك. ياريت تحدثنا عن هذه المبادرة وكيف كان تفاعل المشاركين فيها. أولا الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أتم الصلاة وأزكى التسليم وبعد. المبادرة هذه يا أخي قمت بإعدادها تحت مظلة المشروع الكبير المبارك الذي وجه به صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين حفظه الله، كيف نكون قدوة. فرأيت أن هذا اسم المبادرة سيكون مناسبا. نعم، بالقرآن نكون قدوة. رائع. فلو نظرنا يا أخي الكريم وجميع الأخوة المستمعين لنبينا صلى الله عليه وسلم، فهو خير قدوة، فهو قدوة العالمين عليه الصلاة والسلام، كان خلقه القرآن. قال الله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم، والمقصود هنا أن خلق القرآن النبي عليه الصلاة والسلام كان خلقه القرآن قولا وعملا وفعلا دون جفاء ودون غلو. وعندما سئلت أم المؤمنين رضي الله عنها عائشة عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان خلقه القرآن. فالقرآن يا أخي الكريم هو منهج الحياة، هو الهدى الذي قال الله سبحانه وتعالى فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، صدق الله. فبالقرآن هذا يا أخوي تستقيم الحياة لجميع الخلق. فقال الله سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وأصل العبادة، أصل العبادة في القرآن الكريم. فالمقصود من هذه المبادرة وكانت الرؤية القرآن الكريم خلق القدوة محمد صلى الله عليه وسلم، فعندما تخلق رسولنا الكريم بالقرآن أصبح قدوة للعالمين جميعا وأصبح أشرف الخلق أجمعين، فطاب ميتا وطاب حيا عليه الصلاة والسلام. والرسالة المبادرة التخلق بالقرآن الكريم قولا وعملا، والاقتداء في تطبيق تعاليمه بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم للوصول للدين القيم. وفي ذلك خذ مثال يا أخي، كلنا نعلم جميعا أن الصلاة فرضت علينا، ولكن ورد في مواضع كثيرة من القرآن وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. فالمسألة هنا لم تبقى الاجتهاد، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام وضح لنا مردين. فالصلوات هذه لو لم يصليها النبي عليه الصلاة والسلام ولو لم يخبرنا بطريقتها وكيفيتها لم عرفنا كيف نصليها. نعم، والمشروع من ذلك يا أخي هو الاقتداء بعمل النبي عليه الصلاة والسلام، وعدم النظر لهؤلاء الناس للأسف الشديد الذين يغالون في الدين ويأخذون الآيات التي نزلت على الكفار للأسف الشديد ويطبقون على المسلمين بغير دراية وبجهل. يعني هذا شيء يا أخي محزن. فالمبادرة هذه أسأل الله أن يوقظ بها قلوب الكثير إن شاء الله، ليصبح الفرد يستنبط أمور دينه من القرآن الكريم بدون جهل وبدون تكلف، ويستطيع يعني عامة الناس وتستهدف من الشباب وحتى الشياب والرجال والإناث والشباب والجميع، يعني ينظر الإنسان للقرآن ويستنبط الأحكام ثم ينظر كيف طبقها النبي عليه الصلاة والسلام وبذلك يصل للدين القيم. لماذا؟ لأنه نظر لفعل النبي عليه الصلاة والسلام الذي أمرنا بالاقتداء به، والنبي عليه الصلاة والسلام الحمد لله يعني
شرح لنا أمور الدين بكل يسر وبكل فلم يجد دع هناك مشقة على ولا وليس هناك يعني إنسان في عصرنا هذا والماضي أرحم من النبي عليه الصلاة والسلام. هذا شيء مستحيل. فمن رحمته عليه الصلاة والسلام أن شرع لنا أمور ديننا وفسر لنا القرآن تفسير واضح. يعني أي إنسان يمديه إن شاء الله أن يتبع هذا الدين ويقوم بتعاليمه وأخذ ما أمر الله به واجتنام ما نهى في جميع الأخلاق الكريمة يا أخي موجودة في القرآن، مثل الكرم والشجاعة والأخلاق الحميدة والصدقة والزكاة وأركان الإسلام وجميع الأمور التي تدخلنا بمشيئة الله إلى الجنة موجودة في القرآن. القرآن هو منهج الحياة، هو الأساس، فإذا تمسكنا به وصلنا به إلى الله سبحانه وتعالى، إلى طريق الجنة، وصلنا به إلى الدين القيم. وجميع النواهي التي أمرنا أنا الله سبحانه وتعالى بالابتعاد عنها وتركها، مثل الكذب ومثل الغيبة ومثل النميمة أعاذنا الله وإياكم، ومثل الزور ومثل الظلم وأكل أموال الناس بالباطل، موجودة كلها في القرآن ونهانا الإسلام عنها. لكن للأسف الآن يا أخوي صار بعض الناس يتخلق بأخلاق الإسلام ويصفها لنفسه، وهذا غلط، لأن الإنسان يموت لكن الحق أبدا لا يموت، موجود في القرآن، هذه تعاليم الإسلام هذه. فصار بعضهم يعني يأخذ مثلا شيء من تعاليم الإسلام وينسبها لنفسه، والبقية تكون مشوهة لهذه الصفة، فهذه تكون فيها إساءة، يعني إساءة، لأن البعض وخاصة العجم ينظرون للإنسان هذا بأنه قدوة، فلما يستخدم بعض من تعاليم الإسلام وبعض ما أمرنا الله به في كتاب الكريم ويكون هناك بعض الشبه حوله تكون إساءة مباشرة لهذه التعاليم، فينظر إليه الإنسان بقسوة وبجفاء، وهذا مما يسبب الجفاء عن القرآن. وإلا الطرف الثاني يكون فيها غلو، يعني يكون فيها تشدد، مثلا على القيام بالصلاة في وقتها يكون هناك بعض المتشددين يقوم بإدراك السنن، وللأسف الشديد الواجب الفروض ما يؤديها، وهذا غلط، لأن الأصل في الدين الاتيان بالأصل وبعد ذلك الفروع. أنت معي يا أخوي؟ بلا شك. ومن أهداف الرؤية هذه طال عمرك أولا الاتصال المباشر بالقرآن الكريم وأخذ جميع تعاليمه والاقتداء في تطبيقه بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. عليه الصلاة والسلام. وقال الله تعالى في ذلك الكتاب لا ريب فيه للمتقين، الكتاب الوحيد الذي يبدأ جميع الكتب، وأنت تعلم يا أخي كريم يا أخي عادل جميع الكتاب في العالم لا يوجد كتاب إلا في مقدمته في صدر الكتاب هذا الكتاب يحمل بعض الأخطاء فانكار مني فقصور مني ومن الشيطان، صحيح ولا لا؟ إلا القرآن الكريم، أول آية بدأت في القرآن في سورة البقرة ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه. نعم. يعني هذا شريعة كاملة طلبك. نعم. النقطة الثانية الوسطية في العمل بالدين الإسلامي والوصول للدين القيم المتزن الوسط الذي ارتضاه لنا الله عز وجل دون غلاء ودون جفاء، وأمرنا به بعلم راسخ، ومن أهداف هذه المبادرة العلم الراسخ بالدين، أن يكون الإنسان يعبد الله على علم وعلى بصيرة. نعم. ويقين ثابت مستمد من القرآن الكريم، لأن الأصل في التشريع القرآن والسنة، والسنة في أغلبها تكون مفسرة وموضحة لبعض الـ 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 الأصول في القرآن الكريم. والنقطة الثالثة يا أخي الكريم العلم والعمل بالدين وتطبيقه. للأسف الشديد يا أخي الآن نسمع كثير، يعني لما لا سمع حكم شرعي ولا آية قرآنية يقولون إحنا فاهمين الكلام هذا وعارفينه، لكن للأسف الأهم من ذلك هذا القرآن لا يحتاج يعني فهم ومعرفة فقط، لا يحتاج فهم ومعرفة وتطبيق. التطبيق هو الأساس في ذلك، بأخذ من القرآن واقتفاء سنة النبي عليه الصلاة والسلام لضمان تطبيقه على الوجه الشرعي الصحيح. والرابع الأهداف الارتقاء بتنمية الإنسان تنمية الإنسان المنطقة ليبلغ وصف القوي الأمين ويكون عونا لبلاده التي أسست على الكتاب والسنة. وبذلك أمثلة كثيرة يا أخي، فمنها عندما نجد أن الإنسان يجتهد في تحصيل أمور دينه ونظر للقرآن الكريم وأخذ التعليم تدرج، وليس يعني لا يستطيع هناك إنسان أن يأتي بالقرآن الكريم يعني كاملا إلا بتدرج يبدأ. فسيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم عندما بعثه الله عليه بعثه رحمة للعالمين وليس مشقة، لو كان مشقة لفرض علينا القرآن كامل في يوم ليلة، والله على ذلك قدير سبحانه وتعالى، ولكن تدرج في ذلك.
وهذه رحمة الله سبحانه وتعالى وكان الصحابة ولنا في صحابة الرسول الله قدوة في التعلم، كانوا لا ينتقلون من 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 بعض الصور إلى أن يكملون تعاليمها ويعملون بها، وهذا أسلم للقلب الإنسان من النفاق والعياذ بالله. أجرنا الله وإياكم. هناك توضيح بسيط يعني يسمح لي يا أخي عادل. تفضل. قال الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة في سورة البينة. وقال تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفة، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فالإسلام دين قيم وصراط مستقيم وأمته أمة وسطة. وفي الآية الكريمة لو لاحظت يا أخي الكريم إنها وضحت لنا منهاجان، المنهاج الأول الشرعي وهو أقم وجهك حنيفة، وذلك باتباع سنة النبي عليه الصلاة والسلام في العمل بهذا القرآن، لأن القرآن هذا هو مصدره الله سبحانه وتعالى، هذا كلام الله سبحانه وتعالى نزل على أرسله الله لنا بخير ملائكته جبريل عليه السلام روح الله الأمين ونزل. انظر لخيرية هذا القرآن يا أخي، أرسل به الله خير ملائكته روح الأمين جبريل عليه السلام وأنزله على نبيه صلى الله عليه وسلم خير الخلق يا جماعي محمد صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام، ونزل على هذه الأمة يقول عمر بن الخطاب: كنا أذلة قبل الإسلام فعزنا الله بالإسلام. وفمن خيرية هذا القرآن أصبحت خير أمة على وجه الأرض بفضل هذا القرآن. وقال النبي عليه ولم يكتفي بهذا فقط، وقال النبي عليه الصلاة والسلام: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. خير القرآن شيء مستمر يعني، ولله الحمد هذه رحمة من الله سبحانه وتعالى. والمنهج الثاني يا أخوي المنهج الكوني وفطرة الله، فالإنسان إذا بقي على فطرة الله وخلقة الله فهذه يا أخوي نعمة كبيرة، لأن الفطرة تقود الإنسان غالب دائما في الإنسان إذا حزن وإذا وجد من الحياة هذه المشقة والتعب لا بد أن يرجع للقرآن الكريم حتى لو لم يكن عاملا به، لكن شيء يجذب من 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 قلبه ومن وجدانه شيء يجذب للقرآن للكتاب هذا. نعم. وفي ناس والله كثير يا أخي عادل يعني يقصوا لي قصص يعني بحكم احتكاكي مع الناس هنا في المجتمع، يعني يقول فيها أشياء يعني كذا تجذبني للقرآن كذا أبغى أقرأ، بس أبغى أقرأ يعني حتى لو كان ما في تدبر ولو كان ما في عمل بس كذا يعني شيء، وهذه أضعف الإيمان يعني كذا إنه ما ينقطع عن القرآن. نعم أي طالما يكون مصدر. أيوة هذه المنهجان هذه اللي نزلت في الآية الكريمة. نعم. والمقصود بالأول التوازن في الجانب الفكري والاعتقادي، لأن القرآن يصحح كثير من المفاهيم الاعتقادية خاصة المنهجية الفكرية والاعتقادية التي مكانها القلب والعقل. والمقصود الثاني عمل الجوارح وما ينتج عنها مثل الصلاة والصيام والزكاة إلى آخر من الأعمال التي أمر الله بالقيام عليها، والتمسك بهذا الكتاب والعمل به دون غلو أو جفاء. نعم. لأن الغلو تشويه لصورة الإسلام بصفة عامة، وهذا الآن يا أخي هو الذي يعني نسأل الله العفو والعافية، نسأل الله نصلح أحوال المسلمين، يعني كثير من الشباب الله يهدينا ويهياهم إن شاء الله خروجهم وغلوهم عن القرآن وعن تعليم القرآن وعن طاعة ولاة الأمر، وعن هذا سببه كله الغلو والمجافاة في القرآن وأخذهم للآيات دون معرفة. نعم. دون علم ويأخذ الآيات، وللأسف الشديد التي نزلت في يجد إنسان عاقل وعلى فطرته السليمة التي خلق الله عليه يفكر أنه يقتل أمه أو أبوه إلا بعد يعني والعياذ بالله أنه يحصل غلو وجفاء، يعني غلو نعم. لا يوصف يا أخي، هذا شيء يعني والعياذ بالله، هذا الذي يعني المبادرة وضعتها لتصحيح وكبح جماح هذا الغلو والمتطرفين، يعني لما يجي شباب يكون واعيين يعرفون كيف يستنبطون أحكام القرآن ويعرفون وش المقصود بالآيات الكريمة في القرآن والهدف منها والمقصود واللي ما نزلت، ويعني يصير يعرف بأحكام القرآن، يصير لو جاء واحد من هؤلاء المتطرفين اللي يغسلون عقول الشباب يبغى يغسل عقول مستحيل، لأنه وجد إنسان فاهم وإنسان مستنير في القرآن. أيوة. فعلا فكانت مبادرة جدا مهمة وتأسيس لابد وتأصيل لموضوع أنه كيف فعلا نفهم القرآن على الوجه السليم والمعتدل. والله يا أخي عادل القرآن هذا لو يقول مثل ما قال عثمان بن عفان: لو طهرت قلوبكم لما شبعت من كلام الله. القرآن هذه قال الله سبحانه وتعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. نعم. كيف يا أخي كيف نحن بشر
نعم من لحم ودم يعني القسوة هذه والعياذ بالله. وبرضه يا أخي المبادرة هذه وضعت إن شاء الله من أهدافها طرد القسوة في قلوب الناس. نعم وأن يكون بينهم التراحم والتعاطف والتواد والتماسك بإذن الله. أيوة نعم يا أخي هذا. نعم نعم أشكرك الشيخ محمد حقيقة الحديث ذو شجون لكن لازال الحديث بقية مع بقية الضيوف من مكاتب الدعوة. عادي لو سمحت بس خطة العمل الرؤية آخر نقطة وأضحك. طيب الخطة طبعا كانت يا أخوي الكريم ما هي الوسائل المستخدمة لإيصال الرؤية ومن أين تنطلق هذه المبادرة وما هي الفئات المستهدفة. المكان تنطلق هذه المبادرة من المسجد. نعم. من الجامع. والفئة المستهدفة طبعا جميع فئات المجتمع ومنهم من باب التخصيص وليس لجماعة المسجد وعامة الفراد وعامة المجتمع مثلا المحافظة والمنطقة أو المملكة بصفة عامة يعني من ناحية الجهات الحكومية والتنسيق بين الدوائر الحكومية وتنشأ من جماعة المسجد. وجماعة المسجد مكونات جماعة المسجد تكون من الأب وفيهم المعلم وفيهم المسؤول وفيهم الشباب وفيهم الأب يقوم بنقل هذه المبادرة لأسرته والمعلم لمدرسته والمسؤول لمراجعين وموظفي وزملاء في العمل والشباب لأصدقائهم في الملاعب في الـ في الـ في الـ في, الـ في الاستراحات التي يقضون فيها وقت في وفي الأماكن التي يتواجدون فيها. وبذلك تكون المبادرة استهدفت جميع فئات المجتمع. نعم بارك الله ومنها فيك. الخطبة الجمعة والدروس المستمرة والمحاضرات والندوات والانطلاق تكون من المسجد وبذلك يعني تكون مبادرة صادقة. وأتمنى من الله العلي العظيم أن يحفظ بلادنا من كل مكروه. اللهم أمين. وأن يحفظ ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين الذي 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 أقام مبادرة عظيمة سيحكي عنها التاريخ وسيحكي عنها الأجيال جيلا بعد جيل ألا وهي نصرة الشعب اليمني الشقيق. هذه مبادرة كريمة كانت من خادم الحرمين الشريفين نسأل الله أن يحفظه ويطول بعمره وإخوانه ويحفظ المملكة وعلماءها وشعبها من كل سوء. وأسأل الله العلي العظيم أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم وأن ينفع به الإسلام والمسلمين. اللهم أمين. وأشكرك يا أخ عادل. بارك الله فيك شيخ محمد. الله يعطيك العافية. كان معنا الشيخ محمد المالكي إمام وخطيب جامع عظم الكبير وكان عن المبادرة بالقرآن نكون قدوة. ما زال الحديث بقية مستمعينا في هذا البرنامج ابقوا معنا. كيف نكون قدوة مع عادل بارباع. عودة لكم مستمعينا الكرام حياكم الله مرة أخرى وما زال حديثنا عن البرامج التي تنوعت والمبادرات من فروع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في منطقة مكة المكرمة. هذه المبادرات والأعمال سواء كانت من دورات وكذلك ندوات وبرامج متنوعة ومتعددة آتت كلها وثمارها لكافة شرائح المجتمع من أجل تنمية الإنسان وتأصيل مفهوم القدوة في نفوسهم سواء ببرامج إيمانية ودينية وثقافية واجتماعية كلها كانت ذات مكانة جميلة ورائعة. ولنتعرف على هذه المبادرات أكثر وأكثر خاصة في مكتب فرعي جدة معنا مدير مركز الدعوة والإرشاد في محافظة جدة الشيخ ناصر المصعب. حياك الله فضيلة الشيخ ناصر سعداء بوجودك وحياك الله. الله يحييك شيخ عادل وأنا سعيد باللقاء بكم في هذا البرنامج. بارك الله فيكم. احنا حقيقة متشوقين أن نعرف أكثر عن هذه المشاركات التي كانت من خلال المركز ودعاته في مشروع كيف نكون قدوة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين. لا شك أنه هذا البرامج التي قام بها مركز الدعوة والإرشاد بمحافظة جدة والذي يمثل وزارة الشؤون الإسلامية بالمحافظة لا شك أن مشاركته ضمن المبادرة التي أطلقها سمو أمير المنطقة ومستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير خالد الفيصل والتي كان عنوانها كيف نكون قدوة. نعم. ولا شك أن الوزارة كما تعلمون لها دور ريادي تطلع به في خدمة المساجد والمنابر والبرامج الدعوية والتوعوية. فكان أولا لدعوة سمو الكريم للجهات وأنتم تعلمون أنها أكثر من 25 جهة في المحافظة في قصر سموه في جدة
وعند ذلك ثمنت الوزارة هذا التوجيه، وكان هناك متابعة وعناية خاصة لهذا العمل والمبادرة من فضيلة مدير عام فرع الوزارة في منطقة مكة ومساعده. ثم وضعت خطة منظمة لجميع محافظات المنطقة، وكان نصيب محافظة جدة منها تنفيذ 1000 محاضرة وأكثر من 2000 كلمة وتنظيم أكثر من 100 درس في السيرة النبوية واختيار 7 مساجد للقدوة. هذه هي الخطوط العريضة للخطة التي طلبت منا في مركز الدعوة. ثم كان هناك اجتماع بالعاملين في البرامج الدعوية وأهمها مدراء المكاتب التعاونية بالمحافظة وكذلك اللجان العلمية الفاعلة في المساجد النشطة لتنفيذ هذه الأهداف وتقديم تقرير شهري عن مدى إنجاز هذه الأهداف. نعم. كنا نعقد شهريا اجتماع في فرع الوزارة لبحث هذا الأمر. ثم والحمد لله كما تعلمون أيضا انبثقت برامج كبرى لهذه المبادرة، من أهمها الندوة الكبرى التي نظمتها وزارة الشؤون الإسلامية وشرفها سمو أمير المنطقة حفظه الله ومعالي الوزير ونائبه في قاعة بلاتسو، وكذلك مبادرة جنودنا البواسل والتي كانت بمشاركة أصحاب الفضيلة الدعاة الوزارة الرسميين الذين قاموا بزيارة لجنودنا على الحد الجنوبي في منطقة نجران وفي منطقة جازان. وحرصت الوزارة أن تكون قدوة لغيرها من الوزارات في تنفيذ هذه المبادرة والتي تلقى دعما عريضا وكبيرا من أمارة منطقة مكة ممثلة في سمو أمير المنطقة وسمو محافظ جدة. والحمد لله يعني كان لها صدى طيبا على جميع الشرائح ومختلف الفئات المجتمعية، فوجدنا أن المساجد أنفسها قد قامت أيضا ببعض هذه البرامج وفي الأحياء، وقدمت الجار القدوة والموظف القدوة وكذلك العناية بطلاب حلق تحفيظ القرآن الكريم. ولا أستطيع أن أعدد حقيقة كثرة الحمد لله كثرة يعني النتائج ما شاء الله والعمل المنظم. ولا شك أن هذا يعطينا بعدا أن المشاريع التي يدعمها ولاة الأمور تجد والحمد لله يعني صدى واسعا وأثرا فاعلا في مختلف الميادين في مملكتنا الحبيبة. نعم، ما زال الحديث بقية معك شيخ ناصر المصعبي ومدير مركز الدعوة والإرشاد في محافظة جدة. فاصل ثم نعود إليكم مستمعينا الكرام، وما زال الحديث بقية مع هذه المبادرات والمنجزات لبرنامج كيف نكون قدوة. كيف نكون قدوة مع عادل باربع. حياكم الله مستمعينا الكرام، وما زلنا مع فضيلة الشيخ ناصر المصعبي مدير مركز الدعوة والإرشاد في محافظة جدة، والمشاركات التي كانت من خلال فرع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف الدعوة والإرشاد وكذلك مكتب أو مركز الدعوة والإرشاد في محافظة جدة في تقديم هذه البرامج وهذه المنجزات في المحققة هذه الفعالية وهذا البرنامج كيف نكون قدوة التي أطلقت في منطقة مكة المكرمة من قبل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل. الحديث لك شيخ ناصر، وهذه الفعاليات بأنواعها يريد نعرفها أكثر وأكثر، وكثير من المستمعين حقيقة يرغبون أن يعني يجدوا الضوء أن تسلط عليه أكثر هذه البرامج، وكيف ممكن أن يتفاعلوا معها فيما بعد. أقول حفظك الله
حقيقة أن المبادرة يعني قدمت صورة يعني لم تكن موجودة لتفاعل مختلف القطاعات، وأنا نعم. حدثتكم أن هناك أكثر من 25 جهة رسمية وعسكرية وأيضا مدنية شاركت في هذه المبادرة، وحصل دور تكميلي نعم. وتعاون بين مختلف هذه القطاعات، واستفادت كل جهة من الجهة الأخرى في الجانب المتخصص الذي تتخصص فيه. وحقيقة هذا أحدث تفاعل كبير مع هذا الموضوع المهم، لأنكم تعلمون أن اختيار سموه لهذا العنوان القدوة، أن القدوة أقصر طريق لتحصيل ثمرة العلم، ولا شك أن هذا سينعكس على التقدم والرقي في مختلف الجهات، من ناحية الأداء ومن ناحية تطوير العمل ومن ناحية تحسين الصورة. فكان هناك تفاعل كبير جدا من أعضاء هيئة كبار العلماء، من الأكاديميين في الجامعات، من دعاة الوزارة الرسميين، وكذلك تقديم الدورات. أقيمت عندنا في جدة ملتقيات للقدوة، شاركت فيها مختلف الشرائح، وكان هناك تركيز وكانت هناك عناية بدور المرأة وأثر مشاركتها في برامج مثل هذه، وكان في حرص على العناية بذلك. الحمد لله، كما قلت لكم أن المشاركة الحمد لله كانت حتى على مستوى الصغار الأبناء، على مستوى جماعة المسجد من جهة الجار القدوة، من جهة الموظف القدوة. عندنا والحمد لله الآن مسابقة وشاح المسجد القدوة، عندنا كذلك كما تعلمون من مخرجات هذا هناك حفل تكريمي سيقام لهذه المناسبة، وستكرم فيه الجهات الفاعلة. وحقيقة نحن كنا نسابق الزمن في، وكان عندنا ضغط كبير في تفعيل البرامج كما قلت لكم، من نواحي توعوية، من نواحي توجيهية، وأن نشارك في هذا مختلف الراغبين من المتطوعين ومن الذين لهم رغبة في تنفيذ يعني المساهمة في تنفيذ هذه البرامج. ففتحنا المجال بالضوابط المرعية والقانونية لمشاركة كافة أفراد المجتمع في هذه البرامج، والحمد لله وجدنا إقبال كبير والحمد لله على المشاركة، مما يدل على يعني أصالة هذا المجتمع ويعني إحساسه وشعوره بتقديم كل ما فيه الرقي وكل ما فيه التعاون ويعني المساهمة في كل البرامج النافعة والمفيدة بإذن الله. أشكركم نعم. أشكركم بارك الله فيكم شيخ ناصر حقيقة على هذه الجهود الرائعة، سواء من خلالكم ومن خلال الزملاء القائمين على هذه البرامج. وطبعا ياريت تعطينا فكرة فقط أنه ستستمر مثل هذه البرامج ومواقعها، إذا كان هناك يعني إرشاد لذلك حتى يعرفها سكان محافظة جدة ويشاركوا فيها. نعم، أنا قلت لكم أنه يعني البرنامج من أقوى أسباب نجاحه قضية التنظيم وترتيب وضع خطط في ذلك. نعم. فلما وضعت تلك الخطط كان هناك اهتمام أنه لماذا سيتوقف البرنامج في أو ستكون الفعاليات إلى منتصف شعبان حسب ما قرر في الخطة. أيوة. وكان هناك حرص من مختلف المشاركين أن يستمر ذلك بعد، وأن يعم هذه البرامج، أن تعم الشهر المبارك، شهر الفضيلة، شهر رمضان المبارك.
وأن يستمر المشروع، حتى أني سمعت الآن أن هناك صدى لهذه الدعوة في أن يستمر المشروع لسنة أخرى لما لمس من النتائج الطيبة والمباركة والآثار الحسنة رائع. لهذا البرنامج بإذن الله تعالى. حقيقة نشكركم شيخ ناصر على الحديث الشيق والجميل اللي احنا استفدنا واستمتعنا به من عن الإنجازات والبرامج اللي المقدمة من خلالكم. ونحن نشكر إذاعتنا على إتاحة هذه الفرصة وتفاعلها مع يعني دعمها لهذا المشروع وتفاعلها مع الوزارة في يعني تبيين هذه الأنشطة وتوضيحها. كل الشكر والتقدير للشيخ ناصر المصعبي مدير مركز الدعوة والإرشاد في محافظة جدة، وكذلك الشكر لكم مستمعينا الكرام على طيب الاستماع. وهذه الحلقة راح تكون إن شاء الله مسجلة في قناة الإذاعة في اليوتيوب بالإمكان العودة إليها والاستفادة من محاورها ومن المعلومات القيمة الموجودة فيها. كل الود والتقدير مني أنا عادل برباع ومن الكنترول رشا تجاني. في أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.